تقدر تحقق حلمك. في الأمورة مسوين مسابقة، المسابقة هذه تقدر تربح فيها تذكرة اللي توديك باريس. كل اللي عليك إنك تدخل الموقع وراح تلاقي باقي التفاصيل تحت بالدسكريبشن. أدخل الموقع وشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جودي سكيت هنا. طبعا يا شباب اليوم رايحين نتمشى كم مكان في ماليزيا. طبعا يا شباب قبل ما تكمل الفلوق هذا ابغاكم تنزلوا تحت تضغطوا زر اللايك، ويلا يا شباب خلونا نشوف مغامرة اليوم. الشباب هذه بتسوي اشياء غريبه كده بالنحاس، فقلت لها الحين اباك تسوي لي رسمه سكيت. شوف اشكال زي كده، كتابات، رسمات، نفس هذه الاشياء. الشباب هذه النتيجه النهائيه. قابل ماليزيا، ايش اسمك؟ يلا فايف. شوفوا مين قابلت. من وين؟ من اليمن. والنعم، كيف حالك؟ ايش اسمك؟ تشرف فيه كمان. مساج ناري، مساج بالنار يا شباب يسوي له، والله شيء مره غريب. شوف كيف، واو واو، حط البخه. شوفوا يا شباب ولا شعره، واو واو، مساج بالنار، واو مسويها. يا مين معايا؟ واو، ودي اسويها يا شباب. ثانيه، ما عندك زيت؟ زيت زيت، بتحط له زيت؟ اوه، بيطبخ طبخ. الله عليك الله عليك الله على اخلاقك. واو يا عيال، بيدي شوف كيف شكشوكه هذه. واو واو، وكذا صار السندويش جاهز للاكل. تحيه يا شباب، عظم على عظم. انت وياه واحده ثانيه، واحده ثانيه، واحد اثنين ثلاثه. وصلنا يا شباب الكي ال سي سي التوين تاور، والحين راح ندخل المول مع بعض. وسط المحل حقت الملابس والجزم حاطين على رياضية عشان تشتغل، تاخذ الشوز وتجرب على السير. حطوا لك السير هنا عشان تجرب الجزمة هنا، مو تشرت فيها. الحين احنا في منطقة المطاعم في الكي ال سي سي في البرجان. طبعا يا شباب انا كنت دائما اجي هذا المطعم واكل منه، المكرونة حقتهم مرة جيدة. يلا اخذ فوتشيني، وانا اخذت وجبة اسمها ربيستا. ما ادري هذا بالضبط ايش قاعد يصور، بس والله عجبتني الحركة حقه. وضعية لا احكي لك. نحن دحين وصلنا التوين تاور، هذا منظر البرج من برا. شوفوا كيف شكله، مرة جبار. طبعا هذا البرج نقدر نقول انه هذا اكبر معلم سياحي في دولة ماليزيا في كوالالمبور. طبعا خلاص كذا خلصنا ان شاء الله منطقة البرجين. ان شاء الله دحين بننطلق على فين؟ على منطقة أخرى. الحين يا شباب زي ما شفتوا قطعت التذكرة اللي حتدخلني أطول ثاني برج في ماليزيا، برج المنارة. ويلا يا شباب خلونا نروح مع بعض نشوف ايش في فوق. يلا طيف الزحمة.
طبعا يا شباب زي ما شفتوا وصلنا دحين الدور الاخير في اعلى منارة. طبعا شباب هذا البوكس كله من قزاز، فالحين انا راح اطلعه واصور لكم من جوا المنظر. توقعت شيء مره سهل لكن طلع مره صعب، اقسم بالله اني خايف. انا من دحين جاتني ام الركب ورمت. يا شباب انا مره خايف، احس انه شيء يخوف انه تحت القزاز تخيل ينكسر ولا يصير شيء. فبسم الله بجرب الحين. ما فيني خوف ماني قادر. واو ايزي. طبعا مره ماني خايف، امسح معاكم حتى فيني انطنط شوفوا. اوكي يا شباب اباكم تجربوا معاي الشيء هذا. باخذ الكاميرا بصور لكم اياها من قريب. اتخيل تخيل وشوف تمشي وشوف، تخيل تطيح من هذا كل المسافه. اوه المنظر كيف، والله شيء مره يخوف. طبعا يا شباب لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لو انت اول مرة تشوفوا فيديو. المكان للأمانة مرة ما توقعته زي كذا. والله يخوف صراحة، احس كذا مرة يخوف. والله كذا مرة يخوف يا شباب، بس الشيء مرة حلو صراحة. وطبعا يا شباب بوريكم البرجين كيف صار شكلها بالليل. شوفوا كيف صارت مرة جيدة، والمدينة كلها صار شكلها مرة زين. قابلت اليوم اسمك؟ نايف تويم. نايف مين؟ تويم. فنعم وين تقابلنا؟ فعلا برج؟ كوالا. كوالا مبور، تشرف فيك حبيب. أحب طريقة تقديم الشاي من الجزر. شوفوا كيف حطوا لكم اياه في زي اللاستيك وزي الكيس مصاص وحار كمان، شيء غريب ومن الاخر. وطبعا يا شباب وصلنا منطقه مره جيده. شوفوا الجبل كيف شكله مره غريب. طبعا لقيناه يتكلم عربي ما شاء الله وقال لنا تفضلوا معنا. انتوا جايين جروب مع بعض كذا ولا ايش؟ هلا انتم اتيتم مع بعض مجموعات؟ أيوة. على بعض طلابي هذا من كوالا لامبور يعني. ما شاء الله يحفظون القران. ما شاء الله تبارك الله تحفيظ قران. شوف المكان اللي قاعدين نمشي فيه كيف يا زيزو. جميل تنط. يلا والله اتحداك، والله اتحداك. يلا مجنون حيسوي. والحين يا شباب احنا قاعدين نمشي بالدباب، وقفنا مكان فيه له فود تراك نفس اللي موجود بجدة لكن هنا عنده في ماليزيا، فوقفت عشان اكل منهم الاكل الماليزي حقهم الشعبي. فبوريكم المنظر اللي هم قاعدين ياكلوا ويتفرجوا عليه. وطبعا يا شباب دحين بنلعب الالعاب المائيه. اول مره اركب برشه. تعالوا لسه ما ربط هذا.
دخلونا انا الاول يا شباب. Brother, this is safe, right? Yeah. الله يستر يا شباب. Yeah. تخيلوا هذا الشخص جاي بيطردنا من المكان، يقول انه هذا المكان حقي. This is your place? Yes. Yes. Really? Yeah. La 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 la. شباب زي ما شفتوا نحن لفينا تقريبا نص الجزيرة بالدباب، لكن لسه ما حنوقف الين خلاص الدباب ما عاد يكمل، الين يخلص الشارع. حادث حادث. سلامات، ان شاء الله ما يصير له شيء. سلامات. الله انه مقلب يوتيوبي. فكرة حلوة، السيارة مقلوبة. يعني اذا ما قد شفت سيارة مقلوبة بحياتك هذا اول مرة تشوفها. قناة جود سكيت. اذا كنت او كنت طويلة اعتقد انه هذه الدراجة مناسبة لك. يا ود يكفيك انت وعائلتك كلها دراجة، لكن بكفى الدباب. في هذه اللقطة بقفل لكم الميوزك وبخليكم تسمع صوت الطبيعة بنفسكم. وكده يا شباب وصلنا لنهاية المقطع، كان معاكم جود سكيت. إذا أنت جديد بالقناة أول مرة تشوف الفيديو سوي سبسكرايب، وإذا عجبك المقطع سوي لايك. ويلا يا شباب خلونا نروح لمقاطع تانية، وتعالوا حساب الانستغرام نزلت صورة مرة حريقة بمناسبة المقطع هذا. ويلا مع السلامة.